السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اليوم في محل المستحضرات التجميل، تجميل الوجه، كريمات، جميع أنواع الكريمات، وكان الليل أو النهار أو الغسول حق الوجه أو الماسكات وكل ما يتعلق بجمال المرأة، وهي من محل الدي ام الألماني. كذلك أنا صورت لكم بالتليفون الجديد هذا اليوم، شوفوا كيف التصوير واعطوني رأيكم إذا كان كويس أو لا. ياريت تكتبوا لي في التعليقات عن التصوير إذا كان كويس أو لا. كذلك عملت مجموعة، أنا ركزت اليوم فقط على الأدوات التجميل اللي هي الخاصة بالوجه مثل الماسكات زي ما قلت لكم، وركزت على كل ما هو جديد في المحل، يعني كل ما هو وصل جديد في المحل أنا هو موجود بالأحمر وأنا مركزة عليه علشان تشوفوا الأشياء الجديدة الموجودة في المحل اللي وصلت، وكذلك الأسعار. فبتلاحظون إنه في كل منتج تحته بالضبط السعر، وإذا كان جديد مكتوب نوي محطوط برضه بالأحمر، سواء كان بالشكل كبير أو صغير، أي شيء يكون فيه أحمر تحته مكتوب نوي يعني منتج جديد واصل لسه جديد هذا المنتج. فحبيت أطلعكم على الأشياء اللي وصلت جديدة واللي هي تختص فقط بجمال المرأة من ناحية الوجه، كامل الأشياء اللي هي محتاجتها المرأة لجمال الوجه. فأتمنى أنه يعني هذه القولة تستفيدوا منها، وأترككم مع الجولة، ويا ريت كل واحدة منكم إذا عجبها أي شيء أو تستفسر عن أي منتج لفت نظرها ممكن تكتب لي بالكومنت عن هذا المنتج، وأنا بشرح لها إياه في حلقة قادمة عن هذا المنتج اللي هو يعني عجبها، فبشرح عنه أو سعره، عن سعره وعن طريقة استعماله وكل ما يتعلق بهذا المنتج. ممكن تكتبوا لي فقط، ترسلوا لي الاسم المنتج وصورته في التعليق، أو ترسلوا لي إياه بأي طريقة يعني اسمه، وأنا إن شاء الله بتكلم عن هذا المنتج اللي أنتم تفضلون أني أتكلم عنه. هذا بالنسبة للمنتجات اللي هي موجودة هنا، وأي مكان كمان تحابين إنه أو أي محل أو أي مكان حابين تتعرفوا عليه كمان بإمكانكم مراسلتي عبر التعليقات، وتخبروني إيش تريدون بالضبط، إيش هو موجود في ألمانيا وحابين تشوفوه. كذلك أنا لو إن شاء الله الأسبوع القادم بكون في هولندا، وإن شاء الله تتابعوني في حلقات القادمة لأني بنقول لكم من هولندا بعض المناطق السياحية اللي بروح لتصويرها وبكون هناك موجودة.
وفي الأخير أستودعكم الله وأرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإذا عجبكم الفيديو عمل لايك ومشاركته مع الأصدقاء. وتشوز.